لإلنا، ما حدا تخلى عن الأرض منا، وفي ولادنا جاي الجديد طالع كمان عم يشتغل معنا. جينا لوقت إنه منحكي مع الدير، بيقلنا الدير ولا يهمكم ولا يهمكم، حقوقكم تصلكم، وبكره بنحكي وبكره كذا، وبعد ما تبلغنا وبعد ما كذا. لحد الان، لحد الان هاللحظه ما تبلغنا. نتصل بمحامي الدائره اللي عينوه من 4 5 اشهر، بقول نحن ليه جايين هون، بدي نيك السمو، خلي تنحكم هاي، بدي يبحشوا طوله تحت تحت السجن. يعني يا رئيس الدائره والعالم، نحن اللاجئين مش نحن اللاجئين، نحن الملاكي خي.